شهية طيبة. وصفات لأطباق رئيسية، مقبلات وحلويات. شهية طيبة مع سيدة ذهبية. صباح الخير على كل مستمعين ومستمعات إذاعة سعيدة الجهوية. نقول لكم صحة، عيدكم ينعاد عليكم وعلينا باليمن والبركات. إن شاء الله تكونوا عيدتوا بخير وعلى خير. سعدت بلقياكم في هذه الصباحة المباركة، صباحة ثالث يوم عيد إن شاء الله. أنا السيدة ذهبية في حصتكم شهية طيبة، يخدمكم على العارضة التقنية مصطفى. أهلا وسهلا بكل السيدات اللي رام يسمعوا فينا اليوم. سيدتي جبت لك وصفات واكب المناسبة، من بينهم وصفة خبز محشو باللحم، هذه كمقبلة. الوصفة الثانية راح تكون عبارة عن لحم مفور، لحم مفور يواكب كذلك المناسبة، وكذلك للمرضى اللي ما يحبوش هذاك لوغرا يعني الشحميتو، صافيك راح يديجاجي كامل هذاك لوغرا انت. الوصفة الثانية والثالثة راح تكون عبارة عن تحليات اختاريتهم اليوم بالليمون بالقارص، باش نحو هذيك الزنخة تاع اللحم ولوغرايتو. دونك جبت تحليات من بينهم كريمة ديسير او سيترون، والثانية راح تكون عبارة على ان جو دو سيترون. لا بأس، أذكر بأرقامنا الهاتفية اللي تحب تتصل بنا وحتى تعايد علينا مرحبا بها. نقولوا أرقامنا الهاتفية راح تكون كالتالي 048-41-17-17 أو 048-41-18-18. لا بأس، نبدأ على بركة الله. الوصفة تاعنا الأولى اللي هي خبز محشو باللحم، إن شاء الله راح يكون عبارة عن خبز محشو باللحم. هنايا أنا نعطيك ليدي سيدتي وانتي راح تطبقيه، دونك هنايا قادرة تحطي أن بودان تاع خبز، يعني بلوتو أن بودان تاع اللحم كو سا سوا دو لا فيون داشي. هناك مكالمة يشير لمصطفى. ألو. ألو، صباح النور. صباح الخير سيدتي، صحة عيدك، مرحبا بك. عيدكم مبروك، كل عام وانتم بخير إن شاء الله. يسلمك سيدتي، وانتي زادة عيدك مبروك. يسلمك حبيبتي، عيدتوا بخير؟ لا بس الحمد لله، وانتم كيفاش عيدكم؟ الحمد لله. مع الأم واسين من الزيتون، من حي الزيتون. مرحبا بك سيدتي، تفضلي. أم يسلمك. سيده بغيت نفوش، بغيت تعطينا لا غوسيت نفور عندي، بصح بغيت طريقه جديده. اليوم راني جايبه لا غوسيت تاع اللحم مفور، ان شاء الله كوني في الاستماع راح ندوزها لك. ايا داكور، هيا بارك الله فيكم وكل عام وانتم بخير. شكرا. وينعاد علينا ان شاء الله بالخير واليمن والبركات وكل الطاقم العامل معاك ان شاء الله. شكرا سيدتي، بالنيابه عن زملائي. شكرا. بس نواصل، هناك مكالمة. ألو. ألو، صباح الخير. صباح الخير، مرحبا بك. عيدكم مبروك، كل عام تيا بخير. الله يسلمك، الله يسلمك. عيدكم مبارك. لا بس الحمد لله، وانتم كي عيدتم؟ الحمد لله مدام، الحمد لله. الحمد لله حبيبة، تفضل. تعيدوا بالصحة. لا بغيت نقول لكم عيدكم مبروك. هذا شكرا مكان. سيدتي شكرا، حتى انت عيدك مبارك. اي تعيدوا بالصحة وكل عام انتم بخير. شكرا سيدتي. والطاقم كاع اللي معاك ان شاء الله. شكرا سيدتي، بالنيابة عن الزملاء. شكرا.
لا بأس نواصل في الوصفات تاعنا كما كنت ذكرت. اليوم راح تكون الوصفة الأولى تاعنا عبارة عن خبز محشو هنايا باللحم. هنا السيدة عندها الاختيار تحط دو لا فيوند هاشي ولا اللحم طيبو كامل. هنايا لازم باش نحشيو هذاك الخبز لازم اللحم تاعنا يكون طايب، يعني تكون طيباتو السيده مقبل ومن بعد تحطو في هذاك الخبز تاعها وتروليه كانها تروليه في ان بيسكوي رولي. هذا الا حطاتو على شكل ان بتي بان، دونك هذه كيفيه اولى. ولا درتو على شكل الخبزه صافي هذاك اللحم تفتو وتحطو في الوسط وتعاود تخبز. صدقيني سيداتي راح يكونوا دي ساندويتش ساهلين، غير افراد الاسره تاعك سيداتي راح يقصوا وياكلوا ان شاء الله. هتروق لك الوصفه، نبداو على بركه الله. وصفتنا مقادير تاعها راح تكون كالتالي. دونك الوصفه تاعنا كما كنت ذكرت نسحق 2 كيسان تاع حليب، مغرفه ونص تاع خميره خبز، 2 باكي دو لوفور يعني 2 كيورات تاع خميره كيميائيه، 2 ملاعق تاع سكر، مغرفه كبيره تاع ملح، نسحق نص كاس تاع زيت. صدقيني سيداتي الزيت تاعي راح يدير واحد التناسق في الخبز تاعنا الشباب ويجي خفيف وهشيش. دونك في الاخير نسحقوا فارينه باش نلموا كل المكونات تاعنا، ونسحقوا صفار البيض باش نحطوه من فوق الخبز تاعنا، شويه سانود شويه ججلان، هنايا الزرارح كيما تحب السيد. لا بأس أعيد مقادير الكيفية. دونك 2 كيسان نتاع حليب، مغرفة ونص تاع خميرة خبز، 2 باكي دو لوفور يعني 2 كيورات تاع خميرة كيميائية، 2 ملاعق سكر، مغرفة كبيرة تاع ملح، نص كاس تاع زيت، صفار البيضة باش نطليو هذاك لو بودان تاعنا ولا الخبيزات تاعنا المحشوين باللحم. هنا حسب السيدة واش تحبهم خبيزات ولا دي بتي بان. دونك وفي الاخير نسحقوا فارينة وزرارع باش نحطو من فوق الخبز تاعنا. نبدا على بركه الله الكيفيه تاعنا سيداتي. نحطوا 2 كيسان تاع حليب تاعنا، هنايا لازم يكونوا دافين في كل مره نقولها. الخميره تاعنا تسحق حليب دافئ، نحطوا معها لا لوفور تاعنا، السكر حتى يتفاعلوا شويه، نزيد هذاك صافيك عندنا نص كاس نحطوه نصه مع هذه المكونات تاع تاع الحليب ولا لوفور ايتو، ونخلطوا كل هذه المكونات سيداتي مع السكر. ومن بعد نبدا نضيف في الفارينه نتاعي. هنايا كي نبدا نضيف في الفارينه نزيد الملح تاعي، ما نضيفوش على الخميره تاع الخبز باش ما يقتلهاش كما كل مره نقولها، لان الخميره بكتيريا حيه يعني يقتلها الملح كي يكون بكثره فوقها. دونك الخميره تاعنا هنايا بكتيريا سيفغي حيه مي بكتيريا حميده تصلح للاكل. هنا سيداتي نخلطوا كامل هذوك المكونات مع لا فارين تو، كي تولي عندنا اون تيكستور شويه تلتصق كذلك نزيدوا شويه تاع السانوج داخل الخبز تاعنا. ومن بعد هنا سيداتي واش ديري، تحكمي هذاك السانوج قبل ما تضيفيه كتذكيره، حكيه شويه على يدك باش يخرج هذوك لي سافور نتاعو. ومن بعد الزيت، الكميه تاع الزيت اللي بقات لي نبداو نحيو في هذيك العجينه من يدينا ومن الجفنه اللي رانا نعجنوا فيها. ومن بعد من تعطينا عجينه شويه تكون تلتصق نخلوها
ترتاحنا، ومن بعد ما ترتاح سيدتي ونكونوا وجدنا اللحم تاعنا. اللحم تاعي هنايا يشيل لي مصطفى. هناك مكالمة. الو، انقطعت المكالمة، لا بأس، تعيد الاتصال. السيدة اللي كانت اتصلت، نواصل في وصفاتنا هنا يا سيدتي كما كنت ذكرت. ومن بعد ما نخليو العجينة تاعنا ترتاح بجهة، نكونو طيبنا لحم أموخسو تاع اللحم. السيدة اللي تحب تحط كامل أموخسو، كاين سيدات اللي يحبوا ما يزيدوا خضر تكون صوتي معاهم، يعني الطبقة تاعها صافي تنحي من فوق الخبز وتولي تاكل كأنها خدمت طاجين، حطاته داخل الخبز تاعها وتعاود تدخله داخل الفرن. صدقيني سيدتي من أروع الوصفات اللي راح تحضريها للأفراد الأسرة نتاعك. دونك هنا يا سيدتي تكوني طيبتي اللحم نتاعك فريمون يكون طيب، باسكو الخبز ما ياخدش بزاف وقت داخل الفرن تاعنا. ومن بعد ما يطيب هنا سيداتي يكون اختمر الخبز تاعنا، نكسروا الخميره نتاعو المره الاولى ونزيدوا الثانيه ونزيدوا الثالثه. هنايا من بعد ما تكون العجينه تاعنا رطابت تاع الخبز، لحبت السيده تحطوا خبزه، دونك تحط خبزة من تحتها وتحط هذاك اللحم تاعها اللي تحب تحط معاه خضر كذلك، ومن بعد تزيد تحل خبزة أخرى كبيرة وتحطها فوق هذاك اللحم، ومن بعد تغلق هذيك الخبزة تاعها كأنه طاجين من الخبز، ومن بعد تقدمه للأفراد الأسرة. صدقيني سيدتي راح تكون من أروع الوصفات. هنا سيدتي من بعد ما تحطي الخبزة الثانية داخل فوق اللحم تاعك، هنا اللحم ما نحطوش بلاصوص تاعو سيدتي، نكونو قطرناه شوية ولاصوص ومن بعد نحطوها دون زان غامكان بجهة. ومن بعد ما تحطي اللحم تاعك كيما كنت ذكرت وتكوني قطرتيه، نحطو الطبقة الثانية هذيك الكمية ديالك خبزة كبيرة. بعد ما تحطي الطبقة الثانية هنا سيدتي اونيساي باش نفاصونيو مليح الخبزة تاعنا في لي زيكستريميتي، ندخلو من تحت ايتو، ومن بعد نحطو هذاك الصفار تاع البيضة يختمر غير شوية. هنا للتذكرة اللحم تاعنا لازم يكون تفا شوية، ما يكونش سخون بزاف بعد ما قطرتيه، هنا للتذكرة. ومن بعد سيدتي واش نديرو، نحطو هذيك الخبزه الثانيه كما كنت ذكرت، نديروا الصفار تاع البيضه ونديروا الزرارع تاعنا كساسوا سانوج حبه حلاوه، نديروا تشكيله منهم، ومن بعد السيده تخليهم بجهه يختمروا. هذه بالنسبه للوصفه الاولى. اما الوصفه الثانيه او الكيفيه الثانيه يعني الطريقه الثانيه، لحبت السيده تحطوا على شكل امبوده، تحلها العجينه تاعها مستطيل ودير هذاك اللحم تاعها بشكل طولي وتحط معاه كذلك كما كنت ذكرت هنا خضر، هنا حسب السيده تكون صوتي كساسوا لوبيا زروديه للاطفال تاعها ياكلوا، دو بريفيرونس دلهم وتكثر لهم من الخضار، بطاطا كذلك صوتي وتستف مليح، ومن بعد ترولي هذاك الخبز تاعها. صدقيني سيداتي راح يكون من اروع ما يكون. ومن بعد ما تروليه وتغلقيه واش نديرو، نحطوا له كذلك صفار البيض من الفوق ونزيدوا هذوك الزرارع ونخلوه يرتاح. بعد ما يرتاح هنا سيدتي ويختمر شويه، نزيدو خلوه نسخنوا السخن الفرن تاعنا في درجه حراره تكون مرتفعه، لانه في كل مره نقولها الخبز ولا فيينوازغي اون جينيرال يعني المعجنات تحب الفرن يكون سخون، وندخلوا الكيفيه تاعنا. صدقيني سيدتي ما تاخذش بزاف الوقت، ميم با 20 مينوت ولا ربع ساعه الخبز تاعنا يصير جاهز او الطاجين من الخبز يصير جاهز، نخرجوه ونقدموه في صحن التقديم لافراد الاسره. ان شاء الله نكون كنت واضحه في شرح الكيفيه، تسيوها وتنجحوا في تحضيرها.
رجعت سيدتي. الآن راح نروح للوصفة الموالية. الوصفة الموالية اللي راح تكون عبارة عن لحم مفور، واللحم تاعنا هنا سيدتي نقدمه كثرتها للمرضى، المرضى كوليسترول ايتو يجي مفور، يفا بلوتو ينحي كامل هذوك الشحوم اللي تكون فيه. مهنايا في المفور سيدتي لازم ياخذ الوقت، سختو اللي تكون عندها المشية تاعها ولا الشات تاعها تكون شوية خشينة، نعطولو الوقت ونعطولو الوقت بزيادة باش يجي طيب، يعني بسيبسة يجي شباب وبنين. دونك الكيفية تاعنا المقادير تاعها راح تكون كالتالي. الكيفية تاعنا كما كنت ذكرت سيداتي، لو بلا برينسيبال او المكون الرئيسي يعني تاعنا في هاد الوصفات هو اللحم. عندنا دي مخصوص تاع اللحم هنايا كبير صغير حسب افراد الاسرة السيدة واش تحضر. كتذكرة السيدة كي تحب تطيب اللحم تاعها تخرجو اوموا ليلة مقبل، يعني يكون ديكونجولي ما يكونش هكاك يابس وتدخلو يعني من الكونجيلاتور تفورو ولا طيبو. اون جينيرال لازم ديكونجليه ومن بعد تبدا تحضر فيه السيدة. كما كنت تذكرت سيداتي لازم نديكونجلو اللحم تاعنا، وهنايا ما نذكرش قيس اللحم. هنايا كل سيدة تحط اللحم حسب عدد افراد الاسرة واش تستحق. هي نسحقو ملح فلفل سكنجبير دو بابريكا كمون وتوم. هنا التوم راح نعطيك طريقتين كيفاش تعملي التوم ونسحقوا كذلك يعني هاد الشرمولة نسحقوا معها المعدنوس يكون مقطع تخي تخي فان. دونك هذه بالنسبة للمكونات لا بأس. أعيد اللي حضروا معنا دركا نقولوا لهم نعاود نقولوا لهم صحة عيدهم، ودركا راه معنا وصفة اللحم المفور ان شاء الله سيدتي. الوصفة تاعنا نسحقوا لها اللحم هنايا اللحم حسب عدد افراد الاسرة. دونك انا ما نقولش السيدة واش تحط. نسحقوا معها ملح فلفل سكنجبير دو بابريكا يعني فلفل احمر حلو، نسحقوا كمون، نسحقوا معدنوس يكون مقطع رقيق سيدتي، نسحقوا ثوم هنايا ثوم سنينه مقطعه على 4 او يكون غابي هنايا حسب الرغبه تاع السيده. الان نروح الى طريقه تحضير الوصفه نتاعنا. الطريقة اللحم تاعنا نفور سيداتي، لحبة تحطو داخل كسكاس وتفورو كنبيها، وسينو هنايا راح نعطيك كذلك طريقة أخرى باش تفوري اللحم تاعك. دونك الطريقة الثانية ما نفوروش في الكسكاس، نفوروه داخل لاكوكوت. داخل لاكوكوت هنا باش تحطيه داخل لاكوكوت يفور، يعني ما يتوشيش الماء ويجي فاير يعني ناشف ويخلي يعني هذيك الشحوم. دونك هنا يا سيدتي داخل لاكوكوت راحين ندخلوا فيها كسكاس، وفوق هذاك الكسكاس هنا يا سيدتي لازم تكوني مركزة شوية، ما نحطوش الكسكاس في الماء صافيك يغطس. نقلبوا الكسكاس ونحطوه فوق هذوك الثقوب صافيك. تحطيه فوق الثقوب هنايا راح يطيب لك وما يتوشيش الماء اللي يكون داخل لاكوكوت. هنا اللي تحب السيده تسرع في عمليه التفوار تاع اللحم انتها. هذه طريقتين. دونك نروحوا للطريقه الاولى ونعاودوا نولوا. مكالمة يشير لمصطفى. الو 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 الو
وين راكم؟ انقطعت المكالمة، لا بأس سيدتي. نواصل في الوصفات تاعنا. دونك نروح للطريقة الأولى تاع اللحم الفور تاعنا سيدتي. الطريقة الأولى هنايا لها الاختيار السيدة، تختار الطريقة الأولى أو الثانية. الطريقة الأولى كما كنت ذكرت راح تكون داخل القدر والكسكاس، والكسكاس تاعنا لازم يكون عنده الغلاق تاعو باش اللحم تاعنا ما يخرج هذاك الفوار وما يطيبش. دونك هنا يا سيداتي نحطو اللحم تاعنا، وبعد ما نشرملوه مكالمة. الو الو صباح الخير. صباح الخير، مرحبا بك، صحة عيدك. لا بس الحمد لله. لاباس الحمد لله. بغيت نقول لكم صحة عيدكم وصحة عيد كاع لافامي عيد. شكرا. الو الصحة ان شاء الله. شكرا سيدتي. وانت نقول صحباتي كاع صالحه وام وخيره كاع صحايتكم وتعيدوا بالصحه على فاميلي. شكرا سيدتي، شكرا. ما عندك سؤال؟ لا تارت سيترون، لا كريم سيترون توجور ديني فيها ريحه البيض. دوك نعطيك طريقه باش ما تجيكش ريحه البيض. راح ندير كريم اديسير، اون كريم اديسير بالسيترون. كوني في المتابعه. صحة، شكرا شكرا. لا بأس نواصل سيداتي في الوصفات تاعنا. كما كنت ذكرت اللحم المفور هنا نحكموا هذيك الشرموله، نديروا الملح، الفلفل، سكنجبيل، بابريكا، الكمون، الثوم هنا يا غابي. هذه الطريقه الاولى تاع الكمون غابي مع المعدنوس، نخلطوها كامل راح تعطينا هذه الشرميله. نحطوها داخل اللحم تاعنا. دو بريفيرونس السيدات شرملو مقبل باش يشرب هذيك الشرموله ويجي بنين، يعني تدخل فيه هذيك الشرموله انتها. اما الطريقه الثانيه نحطوا الملح الفلفل هنايا، الملح والفلفل كامل نحطوا معاهم زوج ملاعق انتا ما نحطو ني زيت ني ما نحطوش كامل لو غرافي. كما كنت ذكرت هي طريقه شويه صحيه وللمرضى، دونك ما نحطوش كامل لو غرا. ديجا هو اللحم تاعنا اللي تخو غرا، نحطو زوج مغارف تاع ماء مع هذاك الملح الفلفل لو بابريكا الكمون، ومن بعد الثوم تاعنا المعدنوس وكامل باش نشرملو اللحم تاعنا. هنايا دو بريفيرونس كيما كنت ذكرت تحطو ليله مقبل. الطريقه الثانيه تحط الشرميله تاعها كامل، معدنوس، ملح، فلفل، الكمون، بابريكا ايتو. اما الثوم تاعها تقطع سنينات تاعها تاع الثوم، تقطعهم اون كادر، يعني تقسم هذيك السنه تاع الثوم على اربعه وتولي تبيكي في اللحم تاعها. شوفي سيدتي هذه الوصفه راح تكون رائعه وابن من الاولى. صافي كي تدخلي داخلو الثوم راح يكون شباب وشباب بزاف. دونك هنا يا سيدتي تبيكي اللحم تاعك بهذوك السنينات كما كنت ذكرت، تشرملو السيده ليله مقبل. صدقيني سيدتي راح يكون بنين وبنين بزاف. بعد ما تشرملي هنايا نحكمو ان بابي كويسون، نحطو اللحم تاعنا ونكوفريو اللحم تاعنا. هنايا الا كانوا بليزيوغ مورسون نديرو شعل من بياسة، يعني نكوفريو دو مورسون مع بعضاهم. هنا السيدة لازم ما تخليش اللحم تاعها تفاصون تخليلوش من يخرج هذاك لو جو نتاعو. دونك تلوي كامل، يعني ترولي كامل هذاك اللحم تاعها وتغلقو في الحواف، تدخل من تحتها، ومن بعد تكون وجدت قدر وفيه الماء، والماء لازم يكون بزياده وما لازمش السيدات يسهاو على هذاك الماء. تكون توجور الكافاتيره تاعك داخل، تكوني شاعله عليها النار. اون فوا تشوفي الماء في القدر تاعك نشف تعاودي تزيدي. هنايا بهذه الطريقه سيدتي اللي تكون الماشيه الشات تاعها تكون خشينه،
تاخذ حتى الاربع ساعات، وسينو اللي تكون عندها خريف صغيرتو من ساعه ونص لساعتين سي بون يطيب ويطيب بسيبسه. صدقيني سيداتي هنا ترافقيه كما كنت ذكرت افيك دي ليغوم سوتي باللوبيا ولا حتى الجزر، صدقيني سيداتي يجي شباب. حتى اما الطريقه الثانيه اللي تاع التفوار تاع اللحم تاعنا كما كنت ذكرت في لاكوكوت هي راح تكون كالتالي. طريقتنا الثانية سيداتي كما كنت ذكرت خلاص شرملنا اللحم تاعنا بات ليلة كاملة، نخرجوه نجيبو لاكوكوت مينوت نحطو فيها لتر من الماء. هنايا اللي تكون لاكوكوت تاعها شوية موين مشي صغيرة ومشي كبيرة بزاف، تحط فيها لتر من الماء وتدخل فيها الكسكاس. هنايا تدخل الكسكاس مي ما تحطوش هادوك العيون تاعو تحطهم داخل الكسكاس، مي تقلب الكسكاس صافيك العيون هما اللي تحطي فوقهم، صافيك العيون كما كنت ذكرت هما اللي تحطي فوقهم اللحم تاعك. لو غرا كامل يقطر سيداتي هنايا، هذه الطريقه الثانيه. ومن بعد نغلق لاكوكوت تاعي، هذه الطريقه راح تكون اسرع من الطريقه الاولى، ونغلقوا لاكوكوت تاعنا خطره خطره. السيده تشوف المنقص في لاكوكوت تاعها وراح تكون اسرع، تاخذ قريب ساعه بهذه الطريقه لانه ماهوش اون كونتاكت ديريكت مع النار، يعني راه مرفود على هذيك النار. الكسكس دو بريفيرونس السيده اللي ما يكونش عندها الكثير من البيوت اللي ما يكونش عندهم بلوتو يكون عندهم كسكاس ويكونوا طايرين الليدين تاعو، صافيك هنايا راح تسهل لك باش تدخلي هذاك الكسكاس وتقلبيه داخل لاكوكوت تاعك. كيما كنت ذكرت ياخذ قريب ساعه تفتح السيده وتشوف اللحم تاعها الى طاب. هنايا كي طيب تقدموا لافراد الاسره تاعها كوساسوا اللي مفور داخل القدر ولا لاكوكوت، تقدموا باللي ليغوم يعني بخضر تكون سوتي، راح يكون من اروع الوصفات اللي توجدها الافراد الاسره تاعها. ونقولها ان شاء الله تسي الكيفيه وتنجحي في تحضيرها. ولاي تساؤل سيده ما قدرتش نوصل لها المعلومه ولا تتصل بنا، مازلنا متواصلين في حصتكم شهيه طيبه. وللتذكره ارقامنا الهاتفيه راح تكون كالتالي 0841417 او 0841418 18. مكالمة يشيل لي مصطفى هناك مكالمة. الو صباح الله. صباح الخير، شكون معايا؟ صحة عيدك. عيدك مبارك يسلمك، العام وانتي بخير. شكرا سيدتي، وانتي زادة عيدك مبارك. مرحبا بك. معك ام نورهان من سيدي بلعباس. تفضلي سيدتي. شكرا، الله يخليك. هذا وين شعلت الإذاعة سمحتي تشكري على اللحم المحوص والسقوطة في الكسكاس. ايه الله يخليك، عاودي بالطريقة. دوك نعاودها لك، مازال ما دخلناش في الوصفة الموالية، كوني في الاستماع إن شاء الله. ونقول لك عيدك مبارك. نقول العام الجاي إن شاء الله. إن شاء الله في حياتك سيدتي. مكالمة يشيل مصطفى. ألو 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 صباح الخير. صباح الخير، شكون معايا؟ صحة عيدك، مرحبا بك. صحة عيدك، صحة عيدك، كل عام وأنتم بخير. يسلمك سيدتي، تفضلي، شكون معايا؟ معكم زهرة من غليزان. تفضلي سيدتي، واش راكي؟ هاكي مليحة؟ الحمد لله، نشكرك بزاف بزاف على كل الوصفات.
شكرا سيدتي، شكرا. حب اللحم في الكوشة. اللحم في الكوشة ان شاء الله سيدتي، راح نقدم لك اللحم في الفرن، الا بقى لي الوقت راح نقدم لك اللحم في الفرن مشوي. اي صح. شكرا. صحايتكم وربي يحفظك على كل وصفاتك. شكرا سيدتي، ينعاد علينا وعليكم باليمن والبركات. لا بأس سيدتي، نواصل في الوصفات تاعنا. كما كنت ذكرت السيده اللي طلبت مني نعاود لها اللحم الفور، اللحم الفور كما كنت ذكرت السيده لازم تخرجوا على السريع، لازم تخرجوا ليله مقبل من الكونجيلاتور، ما يكونش مجمد، يكون طاري. تصنع له تشرميلة تاعنا فيها ملح، فلفل، سكنجبير، بابريكا، كمون وثوم ومعدنوس يكون مقطع رقيق سيدتي. هذا التشرميلة نزيدو معاها 2 ملاعق نتاع الماء باش نقدروا ندخلوا كامل هذوك المكونات داخل اللحم تاعنا. ومن بعد سيدتي هنا واش نديرو، هذاك اللحم تاعنا يبات في التشرميلة الغدا من داك، تجيبي لا كوكوت تاعك تحطي فيها لتر من الماء، ونحطو فيها كسكاس ما يكونوش فيه اليدين، وسينو يكون كسكاس اللي يدخل في اون كوكوت، يعني لا كوكوت تكون كبيرة والكسكاس يكون موايان. ومن بعد ما نحطوه نقلبوه، ما نحطوش على الجهة تاع العيون تاعو يعني تاع التقابي، نحطوه على الجهه الاخرى، ونحطوا اللحم تاعنا فوق العيون هذيك تاع الكسكس نتاعنا. هذه هي الطريقه، نغلقوا عليه ياخذ من 45 دقيقه لساعه داخل لاكوكوت، ما ياخذش بزاف الوقت. هذه من اسرع الطرق اللي السيده تحضر بها لحم مفور داخل لاكوكوت. ان شاء الله هنكون كنت واضحه في الوصفه، السيده سمعتني ودونت المقادير، هي ما فيهاش مقادير بزاف. الان نروح الى التحليه تاعنا. كما كنت ذكرت رانا غير الحم الحم الحم، هناك مكالمه. الو. الو صباح الخير. صباح الخير، شكون معايا؟ عايده، كل عام وانتي بخير. الله يسلمك. سيده دبي، بغيت نسالك واحد السؤال على اللحم المفور. نعم. قادره نديره في الساشيه تاع الطبخ؟ قادرة تحطي في الساشية، في لي ساشية هذوك تاع الطبخ كذلك. ايوا مفورة، ونتقبهم مفورة، يجي نورمال. ايه ما تقبيش من تحت، تقبي من الفوق. ايه من الفوق، وباش يخرج هذاك لافابور تاعك. ايه هذيك لافابور باش تخرج ديري كون دي شيميني. ايوا صحيتي. شكرا صحيتي، شكرا. الله يعاونك وصحة عيدك ثاني، ونعاد علينا باليوم المبارك ان شاء الله. شكرا سيدتي، وانت زادة صحة عيدك. وصفتنا الموالية كما كنت ذكرت سيدتي اللي هي لاكريم ديسير. أنيسة أو سيدة كانت طلبت مني لاكريم ديسير، كانت تجي فيها ريحة البيض، هنا راح نعطيها لها بدون بيض وتجي شابة. سي فغي كو البيض كذلك ثقيل، وكاين لي باش ما تجيكش الريحة هي تقوي لافاني اي لو سيترون، لا درتيها بالبيض. دونك هنايا راح نقدمها لك بدون بيض. الكيفية تاعنا المقادير تاعها راح تكون كالتالي. هذا المقدار تاع الكيفيه تاعنا هنايا اللي جبتها اليوم، دونك راح يعني تخرج لك دي كريم ا ديسير دون دي فيرين، قيس 6 بيرسون. ال 6 بيرسون سيداتي نسحقوا نصف لتر من الحليب، في نصف لتر من الحليب نحطوا 2 ملاعق نتاع مايزينا، واللي تحبها بالمايزين بلوتو بلا مايزينا والبيض تحط معاهم 2 صفار بيض باش ما تجيش الصفار تاع البيض ريحته زعما قاطعه ومشي شابه. لازم تحط فيها
ان زيست دو سيترون وقسم غرفه كبيره نتاع لافاني حتى 2 ملاعق نتاع ليكستري ليكيد دو فاني دونك 3 ملاعق حتى 4 نتاع سكر حسب الذوق تاع السيده. هنايا لازم تذوق تحط شويه في الاصبع تاعها وتذوق. دونك هذه بالنسبه للطبقه الاولى نتاع لا كريم ديسير تاعنا او سيترون. الطبقه الثانيه راح تكون نص كاس تاع قارص معاه كاس ونص نتاع ماء، نص كاس تاع قارص معاه كاس ونص تاع ماء، نسحقوا معاهم كذلك 3 ملاعق نتاع مايزينا واربع ملاعق نتاع سكر. هنايا هاد المكونات كذلك نحطوا معاها ان زيست دو سيترون باش تجي مفوحه بلو سيترون، تجي بنينه بنينه شابه وما كاش اللي ما يحبش لوغو دو سيترون. دونك هنايا نروحوا لطريقه تحضير لا كريم ديسير نتاعنا. طريقه تحضير لا كريم ديسير تاعنا سيداتي، نحطوا نص لتر تاع الحليب تاعنا، نحطوا معاه المايزينا تاعنا، ونحطوا زوج صفار البيضة. هنايا اللي ما تحبش تحط تخاف لا تجيها الريحه ولا هي ما تجيكش كي تقوي لي زاغوم في الـ في الـ في الحليب نتاعك دونك او في الكيفيه نتاعك. دونك نحطوا كل شيء والحليب بارد، نخلطوا هاد المكونات، نزيدوا معاهم السكر، نزيدوا السكر تاعنا كيما كنت ذكرت سيداتي، نحطوا مغرفه كبيره نتاع لافاني ونبداو نخلطوا داخل الفرن. هنايا من بعد ما نخلطوها راح تتقال، من بعد ما تتقال نخرجوها من نحوها من فوق الفرن، نزيدوا معاها ان زيست حتى لزوج حبات نتاع لو سيترون هنايا باش نفوحوها وتجي بنينه. هنا من بعد ما نحطوا هذاك لو زيست دو سيترون سيداتي، نجيبوا دي فيرين نحطوا دي بيسكوي من تحت، اللي تحب تحط واللي ما تحبش ما تحطش، دي بيسكوي كونكاسي من تحتها، وتحط هذيك الكريمه تاعها، قيس نص لي فيرين تاعها. ومن بعد نروحوا نحضروا الطريقه الثانيه تاع لو جو دو سيترون باش نديروه ك طبقه ثانيه لو ديسير نتاعنا. الطبقه الثانيه هنا سيداتي كما كنت ذكرت نص كاس تاع سيترون يعني جو سيترون. كنت ذكرت كيفاش السيدات تكونجلي لو سيترون تاعها وتسحقوا في هذا المناسبات. هذاك النص كاس سيداتي نزيدوا معاه كاس ونص تاع الماء، نحطوا معاه لو زيز دو سيترون، لا مايزينا تاعنا، السكر، ونحطوا فوق النار كذلك حتى يتقال. ومن بعد ما يتقال هنا سيداتي نكونوا حضرنا دوكا لهذيك لي فيرين تاعنا بالطبقه الاولى وتكون بردت شويه، نزيدوا الطبقه الثانيه. صافي الطبقه الاولى راح تكون بيضه شويه والطبقه الثانيه راح تكون هذاك اللون الاصفر الشفاف نتاع لو سيترون تاعنا. هذيك ك تدبيره دير بزوج طبقات يعني وحده بالحليب وحده غير لو سيترون وحده. صدقيني سيداتي راح تكون من اروع الوصفات. هنا واش نديرو سيداتي حتى تبرد لي فيرين تاعنا ندخلهم داخل لو فريجيدير، ومن بعد نبداو نزينوهم افيك دي زيكورس دو سيترون ولا دورانج. هنايا دو بريفيرونس السيدات دير لهم دي زيكورس دو سيترون، ولا ما عندهاش لي زيكورس دو سيترون كنت قدمتهم العديد من المرات، لا ما عندهاش دير لهم غير وريقات تاع نعناع شويه تاع لا شونتي والتحليه تاعنا صارت جاهزه. ان شاء الله سيداتي هذه التحليه تسيها وتنشحي
في تحضيرها. دونك الوصفه المواليه راح تكون سهله، ان جو دو سيترون او بيان لو كونسونتري دو سيترون بزوج حبات تاع قارص ان شاء الله. راح تصنعي لتر مينا او قريب 1 لتر ونص تاع لو كونسونتري دو سيترون. صافي كتحطي غير شويه داخل الكاس وتزيدي معاه دو لو غلاسي وشويه او ورقات تاع النعناع، راح يكون رائع. دونك الوصفه تاعنا مقاديرها راح تكون كالتالي. مقادير وصفتنا كما كنت ذكرت، زوج حبات تاع قارص يكونوا شويه كبار، يكونوا شويه كبار، نصف لتر من الماء، كيلو نتاع سكر. دونك صافي قلنا هذا لو كونسونتري دو سيترون يواكي بالمناسبه. دونك هذه بالنسبه للمقادير، اعيد زوج حبات تاع قارص يكونوا شويه كبار، نصف لتر من الماء، وكيلو نتاع سكر. وكذلك نسحقوا ورقات تاع قارص هذوك باش نحضروا الورقات تاع النعناع. كنت ذكرت ورقات قارص، دونك ورقات تاع النعناع باش ندخلوه نحطوهم داخل لو جو تاعنا كي نقدموه افيك دي غلاسون، راح يكون رائع. هنا سيدتي نحكموا هذوك زوج حبات قارص، نرابيوهم هذاك لو زيس دو سيترون تاعهم، نديروه بجهه لو جو، يعني نعصروهم مليح ونديرو لو جو تاعهم. هنايا قادره السيده تصفي لو جو ولا تخليه بلا بولب تاعو، هنايا حسب الرغبه تاع السيده. دو بريفيرونس تخلي لا بولب صحيه، بلان الي ريش اون فيتامين سي وصحيه كما كنت ذكرت. دونك ترابي هذوك الحبيبات تاع قارص تاعها، تحصرهم، ومن بعد ما تحصرهم تحطهم داخل كسرونه، تحط معاهم كيلو نتاع سكر، تحط معاهم نصف لتر من الماء، تخلط مليح حتى يذوب هذاك السكر وتحطهم فوق النار. من بعد ما تحطهم فوق النار هنايا ما تخليش حتى يغلي، كي يدير هذوك لي بول في الحواف، يعني هذوك الفقاعات الصغار في الحواف نحوهم. بعد ما نحو هنا سيدتي نخلوه يبرد مليح، وراح يعطينا ان كونسونتري دو سيترون. صدقيني سيدتي راح يكون من اروع ما يكون. هنا السيده تحطو داخل قارورات من الزجاج، يعني في قرعه تاع زجاج، وتبدا كي يجوها ضيوف ولا تسربي لهم منه بيان سور افيك دي غلاسون وريقات تاع نعناع، راح تكون الوصفه تاعك سيدتي رائعه. ندخلوه داخل فريجيدير، ميم كي نسحقوا نجبدوا نحطوا غير شويه ونزيدوا معاهم الماء. صافي هذيك هذيك القاروره وحده راح تدلك بوتيتغ كو 10 لتر تاع لو جو دو سيترون. اتينا الى نهايه حصتنا اليوم، ان شاء الله نكون كنت واضحه وتوفقت في شرح الوصفات. تروق لك سيدتي وتسييهم، ونشكر في الاخير كل السيدات اللي اتصلوا بيا، نقول لهم صحة عيدكم، صحة عيد كل الجزائريين والأمة الإسلامية، ونقولوا لحجاجنا عودة ميمونة للأراضي الجزائرية. رافقني في الهندسة الصوتية مصطفى، وتقبلوا تحياتي أنا السيدة ذهبية من وراء الميكروفون. شهية طيبة، وصفات لأطباق رئيسية، مقبلات وحلويات. شهية طيبة مع سيدة ذهبية.